للمزيد مشاهدينا حول تداولات الأسواق العالمية معي من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة أكوتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. دعني أبدأ من حركة الدولار ين، لأنه دائما عندما نعود لنرى تراجعات قوية للدولار أمام الين هذا بخوف الأسواق. اليوم كنا شفنا حركة قوية، وصلت خسائر الدولار أمام الين إلى حدود 1.6-1.7%، الآن قلص جزء من هذه الخسائر، كيف تفسرها؟ هل نتحدث هنا عن ضعف الدولار أم قوة الين في ظل توقعات بأنه ممكن أن يقدم بنك اليابان مرة أخرى على رفع أسعار الفائدة بعكس توجهات البنوك المركزية الأخرى؟ صحيح لارا، يعني بعتقد كلا العاملين مهمة وكلا العاملين يلعبان دورا. يعني عندنا ضعف الدولار الأمريكي الناجم عن التوقعات وارتفاع نسبة التوقعات وأمال الأسواق أنه يكون في عندنا تقليصات في أسعار الفائدة ربما بشكل كبير نسبيا خلال التعاملات هذا العام. في نفس الوقت بقاء البنك المركزي الياباني أجريسيف أو متشدد باتجاه تشديد أكثر في السياسة النقدية ورفع في أسعار الفائدة، وذلك يعني تحقيقاً لاستقرار أو توازن أسعار صرف الين الياباني أمام الدولار الأمريكي. فكلا العاملين عم بيسبب عندي هذه الانزلاقات في زوج الدولار الأمريكي ين ياباني. بعتقد العامل الأبرز عم يكون هو تحركات الدولار الأمريكي، لأنه عم نشوفه عم ينخفض أمام اليورو أمام الجنيه الاسترليني كذلك الأمر ومعظم العملات الرئيسية. بالتالي تراجعات الدولار الأمريكي تلعب دورا حاسما أو مهما بشكل كبير جدا في تراجعات هذا الزوج. وفي نفس الوقت يعني خلينا نقول أنه فنيا كمان عم يرسم عندي اتجاه عام هابط كليا، وعم نشوف يعني قمم متتاليه بالانخفاض وقيعان كذلك متتاليه بالانخفاض على هذا الزوج، وهي عباره عن نماذج فنيه يتم التداول فيها بشكل اكبر، عم تسبب عندي ضغط اكبر على هذا الزوج بالاتجاه الهابط. فهذا عم بيزيد عندي من الابيتايت او رغبه الدخول في الاسواق بيعا على هذا الزوج على وجه التحديد. في نفس الوقت الانحسار التدريجي بشكل أكبر للكاري تريدز كلما نحن عم نتقدم بشكل أكبر وأن قلة الأقبال عليها بشكل عام. هذه العوامل الرئيسية اللي احنا عم نشوفها ربما تضغط على هذا الزوج وتعاملاته، ونشوفه عند مستويات أقل، عند مستويات ربما تصل إلى 1.41 إلى 1.42 قبيل دخولنا في يعني نهاية شهر أغسطس بداية شهر سبتمبر، مع زيادة تكهنات أنه يكون في عندنا تقليصات. نعم. أو أول حديث أكثر عن تقليصات إضافية في أسعار الفائدة الأمريكية. رائد عندنا دقيقة لو سمحت، الذهب يجب التوقف عنده لأنه الذهب عند مستويات قياسية. أيضا أين ترون اتجاهات الذهب؟ بحقيقة المنتيننج التداولات فوق مستويات 2500 دولار للأونصة يدعم بشكل كبير جدا وصولنا للمستويات المستهدفة، ربما هي فنيا عند 2560 دولار للأونصة. تجاوز هذه المستويات ربما يقربنا أكثر مع قفزات الذهب السريعة اللي نحن شهدناها في سلوك تغير في سلوك حركة الذهب، ربما نشهد عند 2700 دولار للأونصة في سبتمبر بشكل مفاجئ باستغلال كل هذه العوامل الإضافية political tensions والمخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى تقليصات أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار السلع بشكل عام. شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس الأبحاث في شركة أكوتي جروب.